نفذت نقابات التربية والتعليم في الجزائر إضراباً عن العمل ليومين، وذلك للمطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية. كانت السلطات قد قررت فصل المئات من الأساتذة من سلك التعليم بعد صدور قرار قضائي يقضي بعدم شرعية إضراب نفذه الأساتذة منذ أسابيع. 700 أستاذ ينتمون إلى النقابة المستقلة الكناباس فصلوا من سلك التعليم في الجزائر في أعقاب قرار قضائي أقر بعدم شرعية الإضراب الذي شنته النقابة منذ عدة أسابيع. جلول أستاذ إنجليزية منذ 9 سنوات، طاله قرار الفصل الذي وصفه بالمجحف. قرار غير قانوني بالنسبة إلي، قرار مجحف، وبالنسبة إلي أعتقد أنه قرار يفتقد إلى الكثير من أخلاقيات العمل الجاد. نقابة الكناباس تحمل من جانبها حالة الانسداد إلى الوزارة وتؤكد أن قرارات الفصل ستزيد من حدة الاحتقان. إضراب متواصل، قرارات الفصل لا يمكن أن تحل المشكلة في قطاع التربية الوطنية، العكس ستؤجج الوضع وممكن تؤدي إلى انحرافات نحن لسنا مسؤولين عليها. وفي الوقت الذي يتواصل فيه إضراب نقابة الكناباس، شنت 5 نقابات مستقلة أخرى من قطاع التعليم إضرابا ليومين للمطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية. نحن نتمنى أن يكون هناك حوار اجتماعي هادئ وجاد لحل هذه المشكلات. أما مسألة الإضراب، نقيم الإضراب الحالي وننتظر تجاوب إيجابي إن شاء الله من الوزارة ومن الحكومة، لأننا نبحث على استقرار لقطاع التربية. في حين رد الوزير الأول أحمد أويحيى متحدثا باسم حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، وأكد بنبرة وعيد بأن الحكومة ستعتمد على قوة القانون للحد مما سماه الفوضى التي طالت قطاع التربية والتعليم بسبب هذه الإضرابات المتكررة على حد تعبيره. حان الوقت يوقف قطار الفوضى، لأن قطار الفوضى كي تبقى تفسح له المجال قادرة توصل الأمور لما لا تحمد عقباها، ونصبحوا من بعد ربما في إجراءات لما يتمناهاش حتى لما يحبناش. ولا يستبعد مراقبون أن تتراجع الحكومة عن قرارات الفصل تفاديا للصدام في قطاع يعمل فيه أكثر من 500,000 أستاذ وموظف. عندما يصل الصراع إلى أوجهه، عندما تقتنع السلطة بأنها عليها أن تتقدم لحل حالة هذا الصراع، سوف تستعمل المعالجة السياسية وسوف تلغي كل القرارات التي تم إصدارها. الاحتقان الحاد الذي يشهد قطاع التعليم في الجزائر قد يزيد من التصعيد مستقبلا برأي متابعينا في حال عدم التوصل إلى حوار أو أرضية اتفاق بين النقابة المستقلة والحكومة. محمد جراد، الحرة، الجزائر.